أصداء الحرب بين إسرائيل وغزة يصل مداها إلى تطبيقات التواصل الاجتماعي فتفرض قوانين وتتخذ إجراءات خاصة بها شركة ميتا التي يتبع لها فيسبوك وتطبيق واتساب وإنستغرام حذفت قبل أيام أكثر من 795 ألف منشور باللغتين العربية والعبرية تتعلق بالحرب ووصفتها بغير القانونية الخوارزميات الخاصة بفيسبوك تطارد المحتوى الذي ترد فيه كلمات حماس وإسرائيل وغزة فيحيلها إلى الحذف التلقائي إضافة لأي منشور مؤيد لهجوم حماس على إسرائيل وعلى قائمة المعنيين بالحرب تطبيق تيك توك الذي أمهله المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي 24 ساعة لتوضيح تدابيره لمكافحة المعلومات المضللة بشأن الحرب التطبيق المملوك لشركة صينية أعلن تخصيص موارد وموظفين لمكافحة نشر الكراهية والمعلومات المضللة بشأن الحرب كما شملت إجراءاته تحسين الأنظمة الآلية لإزالة المحتوى الصادم والعنيف وإضافة مزيد من مديري المحتوى الناطقين باللغتين العربية والعبرية منصة اكس المملوكة للبلياردير إيلون ماسك والمعروفة بتويتر سابقا لم تكن بمعزل هي الاخرى عن تلك المجريات فتح المفوض الأوروبي تيري بوتون تحقيقا معها بشأن الأمر ذاته وفيما تتخذ منصات التواصل الاجتماعي قواعد لوقف ما سمته خطاب الكراهية وتدفق المعلومات المضللة تغيب قواعد الحرب في ميدان الاقتتال بين إسرائيل وحماس يقول المجتمع الدولي